السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم من هم اللاعبون الجدد اللي راح يكونوا في قائمة المنتخب الوطني الجزائري لشهر سبتمبر، وما هي حقيقة التحاق كل لاعب على حدة. كل لاعب راح نتعمقوا فيه وراح نتعمقوا حول الاخبار اللي راها متداولة مؤخرا، وما هي حقيقة التحاق كل لاعب الى المنتخب الوطني الجزائري. هنالك مفاجآت كالعادة وهنالك حقائق راح نشاركها معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. اذا هذا وصلت اتعرف عليه، فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا يعني بعد المباراه الوديه التي جمعت بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الايراني، والتي انتهت بهدفين لصالح المنتخب الجزائري مقابل هدف وحيد ضد منتخب ايران بالماضي، صرح في ندوه صحفيه بعد تلك المباراه الوديه انه راح يلتحق بنا العديد من اللاعبي المزدوجي الجنسيه. وطبعا بالماضي كصرح هذا التصريح، العديد من الشائعات انتشرت مؤخرا في الاونه الاخيره عن لاعبين ما دايرينش في رصانهم باهي مثل المنتخب الوطني الجزائري، ولينا نسمعوا انهم راح يلتحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري. وعلى هذا الشيء انا درت لكم هذا الفيديو باه نكشف لكم الحقيقه، حقيقه كل لاعب واش راح يلتحق بالمنتخب الجزائري ام العكس. نبداو باول المصادر نتاعنا. عندنا اونز مونديال صرحت لنا قائله حسب هذا الموقع اونز مونديال مؤكدا انه على غرار ان العديد من اللاعبين المزدوجي الجنسيه سيلتحقون بالمنتخب الوطني الجزائري لاول مره في مشوارهم الكروي، لن يكون نفس الشيء ونفس السيناريو مع لاعبين اثنين كل من امين غويري وريان ايتشر، وهذا تأكيد أن ملف هذين اللاعبين ما زال معقد ومعلق لحد الساعة بعدما وافق اللاعبين الآخرين الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري. عندنا كل من أمين غويري وريان أيت شرقي حاليا الملف نتاعهم ما زال معلق، وأكد المصدر أن ريان شرقي لا يفكر للاعب للمنتخب الوطني الجزائري في الوقت الحالي، ولكن في نفس السياق لم يرفض هذا اللاعب دعوة المنتخب الوطني الجزائري، ما راحش رافض فكرة أنه يمثل المنتخب الوطني الجزائري في قادم الأيام. وطبعا أكد لنا نفس المصدر باللي أنه من ناحية أخرى لن يتم فعل أي شيء لحد الآن باتجاه ريان أيت نوري الذي قد يغادر نادي وولفرهامبتون قريبا إلى نادي تشيلسي، ويحلم اللاعب باللعب في كأس العالم، ويمكن أن يكون بمثابة مفاجأة في قائمة ديدي ديشامب لمونديال قطر سنة 2022. كذلك سيكون من الضروري الانتظار قبل أن نرى ريان أيت نوري يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري تماما مثل ياسر العروسي الذي يتجاهله بالماضي في الوقت الحالي. وأخيرا أكدت جريدة يعني رسمية لموقع أونز مونديال أنه على المدى القصير والمتوسط لن يلعب أمين غويري ومايكل أوليس وريان شرقي للجزائر في الوقت الحالي، على الرغم من أنه لا يجب القول كلمة لا أبدا خاصة في كرة القدم، أي كل شيء ممكن. دعوني أشرح لكم أكثر فأكثر. هنا ذاكران كما تشاهدون هنا في أونز مونديال قائلين باللي أنه عدلي وكذلك حسام عوار وريان أيت نوري حاليا الملف نتاعهم راه يعني بطبيعة الحال قيد الانتظار باه يلتحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري. سمعنا مؤخرا باللي أنه ريان أيت نوري قال باللي أحلم أن ألعب مع منتخب فرنسا أو المنتخب الوطني الجزائري، ولكن همه الوحيد هو أنه يلعب المونديال، أي لاعب باغي يلعب المونديال. فلهذا فرنسا تأهلت إلى المونديال، فممكن حسب هذا الموقع أننا نشوف اسم ريان أيت نوري مع منتخب فرنسا. إذا شفناه مع منتخب فرنسا يعني راه رافض باه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري. ولكن سمعنا من مصادر جزائرية باللي أنه بالماضي اتصل بريان أيت نوري، وريان أيت نوري أكد له باللي أنه ينتظر مهلة من الوقت من بعد راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. أما بالنسبة لياسر العروسي يعني قالوا باللي أنه بالماضي هو الذي يتجاهل ياسر العروسي، هذا حسب نفس المصدر، ولكن راح اشرح لكم كل شيء. كذلك قائلين باللي انه مايكل اوليز هو ايضا يعني لن يرتدي يعني قميص المنتخب الوطني الجزائري في الوقت الحالي. بالنسبه لمايكل اوليز كشفت لنا يعني مصادر موثوقه من بينها يعني بيان سبورت خبر باللي انه هذا اللاعب هو من اهتمامات المنتخب الوطني الجزائري ومن قائمه المنتخب الوطني الجزائري باه يستدعيوه في قادم المواعيد اذا توصل الى اتفاق بين الطرفين. ولكن راح البعض للاسف الشديد يؤكد باللي انه بيان سبورت قالت باللي انه رسميا مايكل اوليز راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري وقرر رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. بيان سبورت ما قالتش هذا الشيء،
لو كان تشوفوا اعزائي الكرام المقال كامل تسمعوا باللي انه ولا تفهموا باللي انه هذا الموقع اكد باللي انه المنتخب الوطني الجزائري وضع هذا اللاعب في قائمته، وبالماضي وضع هذا اللاعب مايكل اوريس في القائمه نتاع اللاعب المزدوج الجنسيه اللي راح بالفاف تجيبهم في خادم المواعيد. ما قالوش رسميا راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري، حاليا ما زالوا في المفاوضات. وانا كما قلت لكم اتصلت ب يعني شخص مقرب لوكيل اعماله، بعث له مساج اعزائي الكرام واش هذا الخبر صح ولا لا. لحد الان لحد الساعه نقولها لكم لانه راني مازال ننتظر رد من هذا الشخص باه يعطينا المعلومه المؤكده، فغير زيدوا صبروا معنا. ولكن حاليا لا يوجد اي شيء رسمي يؤكد باللي انه مايكل اوليز راح يلتحق بالمنتخب الوطني الجزائري. احنا ماذا بينا يلتحق، ولكن لحد الان مازال ما كايناش حاجه رسميه باه نخرجوا من باب واسع. كذلك رفض مايكل اوليز عرضا سابقا من الاتحاد النيجيري لكره القدم لتمثيل منتخب نيجيريا، كما ان وسائل الاعلام الانجليزيه تحدثت عن امكانيه استدعائه الى المنتخب الاول من طرف المدير الفني غاريث ساوثغيت يعني المنتخب انجلترا، لكنه قرر مؤخرا انه يلعب مع المنتخب الفرنسي للفئه تحت 23 سنه. ويمكن بطبيعه الحال بعد تمثيله لهذه الفئه السنيه نتاع منتخب فرنسا يمكن من الناحيه القانونيه انه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، فالقرار سيعود اليه، والوالده نتاعو هي اللي راها تضغط عليه باه يمثل المنتخب الجزائري عكس الوالده نتاعو اللي ضغط عليه باه يمثل منتخب نيجيريا. بالنسبه ل يعني ريان شرقي اكد لنا مصدر موثوق جدا باللي انه هنالك حصلت تطورات ايجابيه في ملف ريان شرقي بينه وبين الفاف، وحصل بينهم اتصال رسميا مؤخرا، وهذا الاخير طلب مهله قصيره من الوقت قبل الحسم في ملف مستقبله الدولي، ولم يرفض دعوه المنتخب الوطني الجزائري. هذا اللاعب واش دار؟ نقولها لكم ونأكدها لكم، كان بيناته اتصال بينه وبين الفاف مؤخرا، اللاعب طلب مهلة من الوقت. وطبعا كي شارك معنا بالماضي قائمته السابقة قلنا لكم باللي انه بالماضي استدعى او اتصل بجميع اللاعبين مزدوجي الجنسية، هنالك من رفضوا به ما يلعبوش مع المنتخب الوطني الجزائري، وهنالك من وافق به يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، وهنالك من طلب مدة من التفكير او خلينا نقول مهلة من الوقت. وهذا اللاعب من الناس اللي قالوا اعطينا مهله من الوقت. بالنسبه لامين غويري رافض فكره تمثيل المنتخب الجزائري وحمل الوان المنتخب الجزائري بحكم انه مثل منتخب فرنسا للفئات الشبابيه الصغرى مؤخرا، يعني كان رفض واضح. بالنسبه لهذا اللاعب مازال ننتظره باه يحسم المستقبل نتاعو، مازال ما قالش واه لفرنسا ولا للمنتخب الجزائري، ولكن ان شاء الله احتمال كبير راح يمثل المنتخب الوطني الجزائري. بالنسبه لياسين عدلي نقدر ناكد لكم اللي انه رسميا راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري اذا كان واجد بطبيعه الحال من الناحيه الذهنيه والنفسيه وكذلك الجسديه، ولم يكن يعاني من الاصابات في شهر سبتمبر، لانه هذا اللاعب كان راح يلتحق بالمنتخب الوطني الجزائري فهذه القائمه الاخيره، ولكن كانت عنده مشكلة إدارية يعني عطلت التحاق هذا اللاعب بالمنتخب الوطني الجزائري، ولولا تلك يعني المشكلة الإدارية لكان مع المنتخب الوطني الجزائري في القائمة الماضية. بالنسبة للاعب الموالي ألا وهو حسام عوار، حسام عوار ما كايناش حاجة رسمية حاليا تدل باللي أنه راح يمثل المنتخب الجزائري أو أنه بدل الجنسية نتاعو، ولكن كشفت لي مصادر مؤخرا باللي أنه هذا اللاعب يعني كان بينه وبين بالماضي اتصال، وطبعا بالماضي طلب من هذا اللاعب انه يغير الجنسيه الكرويه نتاعو، لحد الان مازال ما غيرش الجنسيه الكرويه نتاعو، وما راناش عارفين واش راح يلتحق بالمنتخب الجزائري ام العكس. هذو هما اخر التطورات في ملفات لاعبي مزدوجي الجنسيه، هنالك لاعبين راح يلتحقوا، هنالك لاعبين من طلبوا مهله من الوقت. ولكن ريان ايت نوري بما انه هذا الموقع اونز مونديال قال باللي انه ريان ايت نوري احتمال كبير انه ما راحش يجي للمنتخب الوطني الجزائري، سمعنا من مصادر جزائريه موثوقه كذلك اكدت لنا باللي انه هنالك اتفاق بين بالماضي وكذلك ريان ايت نوري باه يكون حاضر معنا في المنتخب الوطني الجزائري في شهر سبتمبر. وبالنسبه لاندي ديلور، اندي ديلور راح يكون معنا ان شاء الله في شهر سبتمبر اذا كان يعني واجد من ناحيه يعني الجسديه الخاصه به، واذا لم يكن يعاني من الاصابات ان شاء الله راح يكون معنا في قادم المواعيد. ولكن الملف هذا نوعا ما شائك لانه مؤخرا سمعنا العديد من الشائعات. حسام عوار لحد الان مازال ما قلبش الجنسيه الكرويه نتاعو، اندي ديلور كشفت لي انا مصادر باللي انه راح يكون ان شاء الله حاضر معنا بقوه في شهر سبتمبر، بينما بالماضي فتح له الابواب واللاعب يريد العوده الى المنتخب الوطني الجزائري. بالنسبه لياسين عدلي كان راح يكون معنا في الشهر الماضي، ولكن هنالك مشاكل اداريه عطلت يعني كما نقول حسم الملف نتاعو باه يولي جزائري 100% ويلعب مع المنتخب الجزائري. ريان يعني شرقي هذا اللاعب اعزائي الكرام كان من اللاعبين
اللي اتصلت بهم الاتحادية الجزائرية وطلب مهلة من الوقت. شكون باقي عندنا؟ اللاعب الموالي ريان ايت نوري. ريان ايت نوري هو الموضوع اللي بالنسبة لي شائك نوعا ما. مصادر تأكد لنا باللي انه هذا اللاعب راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري واعطى الموافقه، ولكن اونز مونديال هي صرحت لنا باللي انه اللاعب يحلم به يلعب في المونديال، وممكن ان يكون يعني مفاجاه ديدي ديشامب في قائمته القادمه. ولكن انا بالنسبه لي صراحه ديدي ديشامب ما راحش يعني يستدعي هذا اللاعب ويخلي كوادر المنتخب الفرنسي حسب رايي الشخصي. ويبدو انه يعني تصريح يعني مصدر اونز مونديال انا بالنسبه لي يعني ما نصدقوش، لانه رانا عارفين انه هذا اللاعب راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري واعطى موافقته به يكون مع المنتخب الوطني الجزائري. بقي لنا اللاعب الاخر الا وهو مايكل اوليز. مايكل اوليز يا جماعه نقولها لكم ونعاودها لكم انه مايكل اوليز لحد الان مازال ما قالش واه للجزائر، لم يقل نعم للمنتخب الوطني الجزائري لحد الان، يعني مازال منحصر هذا اللاعب بين منتخب نيجيريا، منتخب فرنسا، انجلترا والجزائر. فرنسا مثلها هذا اللاعب في الفئات السنيه الصغرى وخسر بطبيعه الحال، وانا ما اتوقعش انه ديدي ديشامب راح يستدعيه في قادم المواعيد. اللاعب كذلك راه رافض فكره انه يمثل منتخب يعني نيجيريا، ولكن يبقى محله يعني ويبقى اهتمامه بمنتخب فرنسا. فحاليا نقدر نقول باللي انه راه بين منتخب فرنسا وبين المنتخب الوطني الجزائري، خاصه وانه وكيل اعماله نصحه به يلعب المنتخب الجزائري سابقا، وصرح وكيل الاعمال تاعو باللي انه مايكل اوليز كان يفضل اللعب للمنتخب الجزائري كمنتخب اول قبل كامل هذه المنتخبات اللي ذكرتها لكم. فيبقى ملف مايكل اوليز معلق، وبيان سبورت ما قالتش رسميا راح يكون مع المنتخب الجزائري. هنالك مصادر اكدت باللي انه سيلتحق بالمنتخب الجزائري وهو في اتجاه لانه يلعب مع المنتخب الجزائري، ولكن لحد الان ما قالوش رسميا. وانا كما قلت لكم عندي مصدر قريب من وكيل اعمال مايكل اوليز هو اللي راح ياكد لنا في نهايه المطاف، ولكن صبروا عليا انا بعث له ميساج راني حاليا انتظر رد من طرف هذا القريب من مايكل اوليز ووكيل اعماله. يعني وضعنا هؤلاء اللاعبين تحت المجهر كما نقول، واش راح يلتحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري ام لا، خاصة ان هنالك العديد من اللاعبين الاخرين ما ذكرناهمش وراح نذكرهم في الفيديوهات السابقة انهم وافقين به يلعبوا مع المنتخب الجزائري، وممكن انه راح يكونوا جديد قائمة بالماضي في قادم المواعيد. على كل حال الحمد لله انا كشفت لكم ما حدث مؤخرا بين اللاعبين وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واللي قدم الإضافة مرحبا به، وبالماضي كما قلنا غير السياسة نتاعو مع اللاعبين. ولكن هنالك بعض اللاعبين حسب رأيي الشخصي كي راح يجوا للمنتخب الجزائري مثل حسام عوار أندي ديلور مدابينا يخرجوا بتصريحات ويعتذروا للجمهور الجزائري، لأنه أنا واحد من الناس إذا راح يرجع حسام عوار ولا أندي ديلور مدابيا نسمع اعتذار، لأنه مؤخرا ما فعلوه مع المنتخب الوطني الجزائري صراحة كان يهين الجمهور الجزائري حسب رايي الشخصي، وكل واحد وكيفاش يتعامل مع هذا الموضوع. ويعني وراني عارف لانه راح تكون هنالك العديد من يعني كما نقول الانتقادات والعديد من الاختلافات في الاراء، وسبحان الله هذه هي طبيعه البشر. ممكن انه نطرح لكم فكره ما تتوافقوش معي، فانتم خبرونا رايكم في صندوق التعليقات وما رايكم حول اخر تحديث لهؤلاء اللاعبين وملفاتهم مع المنتخب الوطني الجزائري. سلام.